مشاهدي ومتابعي قناة شوف تيفي، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء، وبالضبط من أمام محكمة الاستئناف بالبيضاء. احنا الآن مع أخ طفلة اللي جارهم السبعيني اللي حاول أنه يغتصبها. صراحة بحال هاد الأمور اللي صراحة اللي هي شنيعة وما خاصش تكون في المجتمع ديالنا، وحرام لا في الدين لا في كل شيء، في كاع الديانات حرام، وزد عليها أن في القانون كيعاقب عليه القانون. هاد السيد غيشرح لنا شنو وقع لاختو. دابا البنيته اللي في عمرها 13 عام النفسيه ديالها متدهوره، خاصه انها كتقول لهم الا ما خديتوش ليا حقي غادي ندير شي حاجه في راسي. يعني ما يمكنش ان البنيته نفسيتها تدمر وما تاخذش حقها. اليوم الاخ ديالها جا للمحكمه باش يسول على تاريخ الجلسه، لقى كاين اضراب. هاد السيد جا وبغى يوجه النداء، بغى يوجه ان ياخذوا الحق ديال ديك البنت، ما بغاوش يتكتوا ياخذوا حقهم. عاود لنا خويا شنو طرا مع هاد السيد. دابا حنا جينا اليوم باش عندنا اليوم الجلسه، عاود للناس حيت كاين اللي اول مره غيشوف شوف مثلا الموضوع ديالكم، عاود لينا باختصار شنو كان وقع لك. لا قصيره، كتعيط للجامعه كنقول لي عاد باش شوف الاب ديالي فين مشى. ملي كيطلع هذا السيد كيلقى الطفله بوحدها. شحال عند اختك؟ 13 سنه. اها. دق عليها قال لها بلا نشوفو، ملي لبست ليها فين مصابت الاحلام ديالها. عطاها 400، عاود زاد 400 شويه، هو يقول لها شري في التليفون. الدريه تبعات وقالت لي بعاد مني وهي تسد الباب. صافي وحنا دفعوا هادشي القضاء. الدريه ما يمكنش تكذب عليه. الدريه نفسيتها كيفاش دايره حاليا؟ طفله راه طفله. النفسيه ديالها راه اي واحد يحس بنته هذيك، راه الدريه باقي قاصره. هي كتقول لك ما خصنيش حقي غنتشاحر انا ولا ندير شي حال براسي. ما يمكنش انا بحال ما كنبقى عايشه. واحد جاي باغي يتحرش بيا، كنت كنحاسبه بحال الاب ديالي. الودي ديال ليا بحال ما هكا، هادشي راه كارثه. وبالنسبه اليوم جينا للجلسه، يعني قلت لي اخويا ان هاد السيد هذا حاول انه يعني محاوله اغتصاب، ماشي اغتصاب، محاوله اغتصاب. يعني باش الناس يفرقوا. لا محاوله اغتصاب. حد ذاته راه كيعاقب عليه القانون. محاوله. مشينا كاينه في المحاضر، كاينه محاوله اغتصاب، مشينا دينا السبيطار بدارا كيمشى معنا. محاوله اغتصاب، قلب الطبيب وهذاك الشيء. أو محاولة ديال الاغتصاب. البنيته النفسية ديالها كيفاش دايرة؟ البنيته النفسية ديالها مدمرة. باقي لحد الآن كيتم الابتزاز ديالنا. كينوضوا يبتزوا هذيك الدرية الصغيرة، علاش؟ باش حنا نوضوا نديروا التنازل ويبعدوا منا. كينوضوا يطلعوا للسطح كيبركوا يرضخوا علينا. دابا هادو جيرانكم هادو في نفس الدار. في نفس الموبل. البنت باقا كتعيش في واحد يتيمة، يتيمة. ما عداش الام ديالها. دابا الاب ديالي ولا كيضطر يخرج معاه، غادي خدام خصو يديها معاه. ما تبقاش تقف واحد. ما تبقاش تقف واحد، حتى ما مشاتش معاه كتجي عندنا للقهوه في الخدام. يعني هذا الشيء راه صافي، بقينا عارفين حنا شنو غندير. هذيك الدار اصلا ولينا صافي باغي نبيعوها. انا كنقولها من هذا النداء، انا هذيك الدار صافي ولينا باغي نبيعوها، بقيناش باغي نسكنوا حنا كاع تما. ملي ولينا كنشوفوا بحال هذا الشيء. اليوم جلستي كيف المحكمة؟ اليوم اختي عندنا جلسة. عاد قاعدة موعد الجلسة. عاد قاعدة التحقيق، لقينا كاين الإضراب، عطاونا حتى نهار الجمعة عاوتاني باش نجيو ناخذوا عاوتاني الموعد. حنا غادي نتابع المسطرة القانونية. تواصلوا معكم جمعيات مازال ما تواصلوش معنا؟ تواصلوا معنا شي جمعيات كنشكرهم، وكاين واحد الجمعية اللي الصراحة حتى هي كنشكرها من القلب الخالص. ملي سمعتنا خرجنا المنابر الإعلامية رجعات بحال هكا الله وركات لكم، خليو المنابر الإعلامية ينفعوكم. حنا كنطالبوها بحقنا. حنا راه ما بغيناش كجمعيه تجي تدري لنا شي حاجه كبيره. حنا كنقولوا الدري قاصر، سولوها هي كيف سولوها هما النهار الاول. كاين الاطباء النفسانيين، كاين بزاف الامور. يعني الجمعيه راه الاعلام دوروا بوحدو، الجمعيه دوروا بوحدها. علاش هاد الجمعيات ملصات من هاد؟ ما فهمتش. هاد الجمعيه ناشطه عندنا في المشروع، ما فهمتش علاش دارت هادي. هي ما بغاش تفهم ليا انا اليوم، ما تصدمتش ملي قالت لي الاخت ديالي. كاين هاد الجمعيه هادي؟ كاين عندنا في المشروع نيت. ملي قالت لي الاخت ديالي بحال صدماتني. الاسم ديالها والله ما عارفه، ما نكذبش عليك. يعني هي كاينه في المشروع؟ كاينه في المشروع ناشطه، وكاينه جمعيه اخرى حتى هي كتجي عندي للقهوه ومشاده الكاميرا ديال القهوه. جايه هي وواحد من العائله ديالهم كيطالبوني باش ندير تنازل. يعني الجمعيه تما ولاو كيديروا الدور، ماشي دور ديالهم. ماشي ما فهمتش. ماشي كاع الجمعيات ولكن بعض. بعض الجمعيات انا ما كنعممش، ما كاينش تعمم. كاين بعض الجمعيات، كاين شي جمعيات مساكن ما عندهمش اختصاص ديالهم هذا الشيء، وكيجيو كيسولوا فينا وكيقول لك شنو كاين. دابا النداء ديالكم الجمعيات اللي عندها الاختصاص اللي مخول لها انها تدافع على الطفل وحقوق الطفل،
وعلى راسهم تما يجلس ولدي بغيناهم يتدخلوا واتجهت لواحد هنا النيابه العامه باش واحد الجمعيه كاينه في النيابه العامه التجأت ليها داروا معنا نهار الجمعه ان شاء الله نجيو عندهم كوا حتى هما قالوا كيتشبعوا هاد المسطره كنشكرهم هاد السيد بطبيعه الحال ما غاديش نتنازلوا عليه كطالبوا بحق ديال اختكم لاخر نقطه يعني لاخر مرحله غتبقاو داخل اخر الله يجعلني هاد رقم الاخت ديالي الله يجعلني نموت على قبل غنبقى نتبع هاد المساطير حتى لاخر نهايه ديالها ما غاديش نتزاكر على هادشي هادشي ما فيهش تزاكر هادشي ما فيهش سكوتش هادشي ما فيهش حشم هادشي راه حقك راه حق بنية صغيرة 13 سنة هو نهضروش على هادشي ولكن حتى امتى نخليو ناس عايشين معانا وهما بهذا السوء هذا يعني بيدوفيل ما يمكنش يبقى بيدوفيل راه 70 عام ما يمكنش يبقى 70 عام وطفلة في عمرها 13 عام كارثة كارثة ماشي تا كيألم راه كارثة راه ملي كنت انا باقي لحد الان كنريح كنبقى نحلل كنبغى شي واحد كيقول لي اخويا قرب شي واقيلا حماق مع هادشي كنقول لهم راه ما بغاش يدخل لي هادشي للراس ديالك الحمد لله حنا في دولة الحق والقانون هذاك الشيء اللي كاين الحمد لله فوق كل شيء يعني اي واحد كيدير بحال هاد الامور خاصو اشد عقاب شنو النداء اللي تبغي توجهه اليوم للمحكمه اللي نتوما ان شاء الله يعني القضاء بصفه عامه القضاء بصفه عامه عندنا فيه ثقه الحمد لله كنوجه لهم النداء ديالنا هو بغينا الحق ديال اختي ما بغيناش شي حاجه اخرى من غير الحق ديال اختي ما بغينا والو طفله قصير كتدخلوها سولوها شوفوا الكلام ديالها اللي غتقول لكم حنا ما باغيين حتى شي حاجه باغينا حقها هي كتقول لك من لسانها راه دار لي ودار ليا علاش ما تلوش تقول ولدو راه عنده طفل علاش ما تقولش هذاك اللي دار ليا علاش نعشت فيه هو بالضبط يعني راه البنت انا كنت هضرت معاها قبل باش كنا جينا عندها حاضر كانت مدمره وكنتمنى ان شاء الله انها تاخذ حقها حيت كيف ما قالت انا لما كنت صغيره تطلع لي شي حاجه راه ماشي سهله انه يوقع لها هادشي كامل وفي الاخر الحق يمشي هاي ضاع صراحه هادشي كيألم كنتمناو ان شاء الله ان الحق ديال يبان كنتمناو ان شاء الله في القريب العاجل تحدد موعد الجلسات وان شاء الله تاخذوا حقكم يعني واخا كاين هاد الاضرابات ولكن كنتمناو باش نشكروا المنبر ديالكم مرحبا بالعكس اخويا حنا في اي حاجه من البداية ديالو الحمد لله تواكبكم على الحدث شكرا لكم خالص بالعكس مرحبا وان شاء الله في اي حاجه احنا معكم ان شاء الله تاخذوا الحق ديال هذه البنيته حيت يتيمه الام والام ديالها اصلا قلت لي ماتت وهي كتعتقها الام ديالها ماتت وهي كانت قدام موظفه في المحكمه يعني كانت ديالي كانت هي موظفه كانت في مصلحه استدعاءات يعني كنتمنوا ان شاء الله اخويا انكم تاخذوا القانون غير القانون بطبيعه الحال احنا في دوله الحق والقانون والقانون لا يعلى عليه وكنتمنوا ان شاء الله ان هذه البنت تاخذوا الحق ديالها وحنا بطبيعه الحال متبعين معكم القضيه ديالكم من الاول ان شاء الله حتى الاخر وان شاء الله تاخذوا الحق ديالكم يعني راه خلينا لكم مشاهدينا المعطيات كامله ديال هذا الشيء اللي وقع وكنتمنوا ان شاء الله ان القضاء يعطي هاد الناس الحق ديالهم وحنا الحمد لله ثيقين في القضاء والحمد لله كاينين الناس مسؤولين نزهاء وكنتمنوا الجمعيات ايضا اللي مخول لهم هذا الاختصاص هذا انهم يتواصلوا مع هاد الناس حافظ نمرتك يعني كنتمنى ان الجمعيات كلهم صفر ستة صفر سبعة 79 26 63 تبارك الله عليك خويا شكرا لك شكرا لكاع الناس اللي تابعونا وشكرا الناس اللي كيديروا دي كومونتير كنتمنوا ان شاء الله ان في القريب العاجل اللي بان الحق وهاد البنت تاخذ الحق ديالها وكنتمنوا ان شاء الله يعني النداء يوصل للجمعيات خاصة الجمعيات كاينين جمعيات المكلفين ولكن جمعيات النزيهة باش نركزوا عليها حيت كيف ما قال انا كاينين جمعيات اللي صراحة ما عرفتش انايا الدور ديال الاعلام زعما تملصت من هذا المشكل رغم ان الاعلام عنده دور بوحدو والجمعيات عندهم دور بوحدو دونك ما فهمتش زعما علاش هاد الناس الله يهديهم خلق دونك الله يهديهم وكنتمنوا ان شاء الله الجمعيه اللي مكلفه كاينين جمعيات الحمد لله وكل ما كانوا الجمعيات كيدافعوا على الاطفال والحقوق ديال الاطفال حيت هاد الوليدات راه هما المستقبل راه هما اللي غادي يكونوا ان شاء الله هنا القدام في المجتمع ديالنا ما يمكنش تخلقوا يعني الوليدات مشوهين نفسيا حيت البنت هذه اللي ما خدتش حقها راه نورمال نفسيا راه غتدمر الله يستر تقدر توقع عليها شي حاجه وحنا ما نبغيوش هذا الشيء يوقع والحمد لله حنا في دوله الحق والقانون وان شاء الله هذا الشيء ما غيكونش ان شاء الله البنت تاخذ الحق ديالها وكنتمنوا الجمعيات نزيهه انها تدخل وتعاون هاد الناس حيت راه اللي كيوقف يعني مع الحق راه باين وهنا مشاهدينا وهنا مشاهدينا كنكون وصلنا لنهايه هذا الفيديو نلقاو في فيديو اخر موضوع اخر
السلام عليكم.